بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي طلاب الصف الاول المتوسط. اليوم راح نبدا ان شاء الله بمساحه الرصف وموضوع مهم. تسمى عمليه ترتيب المضلعات المتجاوره بعضها الى بعض بنمط معين بحيث تغطي كامل المنطقه، يعني مثل نريد نسوي سيراميك الغرفه ما نترك فراغ بين كل قطعه وقطعه. هاي هي عمليه رصف القطع بصوره صحيحه، وتكون قياسات الزوايا هي 360 درجة حتى نتخذ قرار بشأن صلاحية هذا المضلع المنتظم. يجب أن يكون حاصل قسمة 360 على قياس الزاوية يكون عدد صحيح، يعني ما بي كسور أو ما يطلع رقم عشري. مساحة الرصف هذا موضوعنا اليوم. هذا بي قانون كلش مهم، بي قانون شو يقول؟ الثيتا الزاوية راح تطلع وياها تساوي n ناقص 2 في 180 درجة على n. قانون مساحة الرصف الثيتا تساوي n ناقص 2 في 180 درجة على n. شنو الان؟ احنا اخذنا الان بالفصل الاول، قلنا الان هي عدد الاضلاع، الان هي عدد الاضلاع، الان مالتي هي عدد الاضلاع. اذا مساحة الرصف تساوي للثيتا ان ناقص 2 في 180، وعرفنا انه الان هي عدد الاضلاع. لو اخذ مثال، المثال شو يقول؟ هل يمكن رصف أرضية غرفة باستعمال قطع من السيراميك ثلاثية الشكل، يعني على شكل مثلثات؟ شباب هنا من قال لي هل يمكن رصف أرضية غرفة باستعمال قطع سيراميك ثلاثية الشكل؟ يعني هنا ينطاني المعلومة انه الان تساوي 3، لان عدد اضلاع الشكل الهندسي ثلاثي، فالان مالتي تساوي 3. يا قانون استخدم قانون مساحة الرصف اللي هو يقول الثيتا يساوي n ناقص 2 في 180 على n. شوف ايش راح يصير. الثيتا تساوي n ناقص 2 في 180 درجة على n. طبعا الثيتا تنزل، بدل ان اخلي 3 لان هو قايل لي قطع السيراميك ثلاثية الشكل، ناقص 2 في 180 على n، يعني على 3، يساوي 3 ناقص 2 1 في 180، راح يطلع عندي 180 على 3. هنا 180 على 3 شقد؟ لو اقسم 180 على 3 راح يطلع عندي 60. شلون؟ قسمها قسمة طويلة. 180 على 3، الواحد كم 3 ما بيها 18، كم 3 بيها 6، 6 في 3 18، وصعد الصفر فوق راح يطلع عندي الثيتا تساوي 60 درجة. الثيتا تساوي 60 درجة. زين، هنا ايش طلع وياي؟ هاي الحل مالتي وجدت الثيتا، هذا كل الحل اسميه الخطوة الاولى. هذا
هاي الخطوة مالتي مال الحل. الخطوة الأولى اش طلعت؟ طلعت الثيتا. إذن مساحة الرصف بخطوتين بحل المسائل، الخطوة الأولى هي مساحة الثيتا، والخطوة الثانية اللي هسه راح نحلها شنو؟ الخطوة الثانية نقسم 360 على الثيتا. ايش قد طلعت الثيتا؟ طلعتها 60. راح نقول الخطوة الثانية ثلاثمية وستين على الثيتا. ايش قد طلعت الثيتا؟ على 60، ويساوي 360. 36 كم 6 بيها؟ بيها 6، وهذا الصفر يروح ويا هذا الصفر. 36 تقسيم 6 طلع لي 6. زين، من طلع لي 6، هذا الستة عدد صحيح لو عدد كسري او عدد يعني عشري؟ هذا عدد صحيح. ليش؟ لان ماكو باقي بالقسمة، فهذا يعني ماكو فراغات بين كل قطعة واخرى. ما طلع عدد صحيح، فاقول يمكن الرصف. ليش يمكن الرصف شباب؟ لان طلع وياي هذا الناتج مال الخطوة الثانية، طلع عندي عدد صحيح مو عدد عشري او عدد كسري او عدد نسبي. تمام، ناخذ مثال اخر ونشوف. ناخذ مثال ثاني طلاب، تبهوا يا زين. مثال هل يمكن رصف أرضية غرفة باستعمال قطع من السيراميك خماسية الشكل؟ هل يمكن رصف أرضية غرفة باستعمال قطع من السيراميك خماسية الشكل؟ راح نحل باستخدام مثل ما حلينا بذاك المثال، باستخدام الخطوتين. شو راح نقول؟ الخطوة الأولى شو أسوي؟ أجد الثيتا. راح أقول ثيتا تساوي N ناقص 2 في 180 درجة على N. هنا الـ N إيش قد عدي؟ هنا الـ N تساوي 5. ليش؟ لأن الشكل خماسي، فالـ N مالت إيش قد؟ الـ N مالت أكيد راح تساوي 5. أجي أعوض، ويساوي 5 ناقص 2 في 180 على 5. 5 ناقص 2 3 في 180 على 5، ويساوي 3 في 0 0، 8 في 3 4 و 2 باليد، 3 في 1 3 و 2 5، راح يطلع 540 على 5. 540 على 5 اقسمها قسمة طويلة، خمسة كم خمسة؟ بها واحد، واحد في خمسة خمسة، صفر. صفر كم خمسة؟ ما بها. أربعين كم خمسة؟ ثمانية. ثمانية في خمسة أربعين. إذا طلع عندي 108 درجة. هاي شنو هي؟ هاي الثيتا. يعني هاي كلها هي الخطوة الأولى. هاي كلها هي الخطوة الأولى. نجي للخطوة الثانية.
الخطوة الثانية أقسم 360 على الناتج الطلع وياي، 360 على الناتج الطلع وياي. راح أقول يعني 360 على 180. 360 على 180 أجي أقسمها قسمة طويلة، ال 360 كمية، يعني ال 300 كمية تقريبا بها 3. أجي أقول 3 في 8 4 و 2 باليد، 3 في 0 0 و 2 2، 3 في 1 3، طلع لي 324. 360 ناقص 324 الصفر ما بيها، 10 ناقص 4 6، 5 ناقص 2 3، 36 كمية و 8 ما بيها، أضيف صفر هنا وأضيف بوينت هنا، هاي هم بيها 3، 3 في 108 هم راح يطلع 324، هم راح يطلع رقم دوري. المهم مش قد طلع وياي، طلع وياي 3.3، طلع الناتج 360 تقسيم 108 طلع وياي 3.3، وما طول عندي بوينت، يعني شنو؟ يعني لا يمكن الرصف. ليش؟ لأن طلع عندي الناتج مو عدد صحيح، لا يمكن الرصف، لأن الناتج ليس عدد صحيح. شبي بي راح يطلع عندي فراغات وراح يسبب لي مشاكل بالغرفة اللي أريد أرصفها بالسيراميك. إذن هنا سويت بهذا المثال، راح أعيد إعادة سريعة، الأن مالتي شقد طلعت؟ الأن 5. ليش؟ لأن الشكل خماسي، فأكيد الأن مالتي شقد؟ الأن مالتي 5. القانون مالتي شو يقول؟ يقول الثيتا تساوي N ناقص 2 في 180 على N، تمام؟ الأن 5 ناقص 2 3، 3 في 180 طلعت عندي 540، على 5 من قسمتها طلعت 108 درجة. هاي كلها هي، هاي كلها الخطوة الأولى، أريد أوجد الثيتا. الخطوة الثانية مالتي، الخطوة الثانية دائما أقسم 360 على الناتج. الخطوة الثانية نقسم 360 على الناتج، ف 360 على 108 بالقسمة طلعت لي 3.3، وقلنا هذا 3.3 ليس عدد صحيح، معناها لا يمكن الرصف. ناخذ مثال آخر ونشوف. راح ناخذ هنا شباب مثال رقم 3 وراح نشوف. يقول لي مثال، هل يمكن رصف، هل يمكن رصف أرضية باستعمال، هل يمكن رصف أرضية باستعمال قطع من المرمر سداسية الشكل؟ المثال شو يقول؟ هل يمكن رصف أرضية باستعمال قطع من المرمر سداسية الشكل؟ الخطوة الأولى ايش راح نسوي؟ الخطوة الأولى هي نوجد بيها مساحة الرصف من يا قانون. الخطوة الأولى اللي نستخدم بيه قانون الثيتا، ايش راح يقول؟ ثيتا يساوي N ناقص 2 في 180 درجة على N، N ناقص 2 في 180 درجة على N. شباب ايش قد ال N هنا؟
لأن هنا ستة. شلون عرفت؟ لأن دا يقول لي سداسية الشكل. سداسية الشكل يعني الان ايش قد تساوي؟ تساوي ستة. نكمل الحل مالتنا، نعوض بدل كل ان ستة. ثيتا تساوي ستة ناقص اثنين في 180 درجة على ستة. ستة ناقص اثنين اكيد اربعة، في 180 على ستة ويساوي اربعة في صفر صفر، اربعة في ثمانية اثنين وثلاثة باليد، اربعة في واحد اربعة وثلاثة سبعة. اذا هنا طلع عندي شقد؟ طلع عندي 720 درجة على ستة ويساوي، لو اقسم بالقسمة الطويلة 720 تقسيم ستة، شوف شقد راح يطلع وياي. طبعا القسمة الطويلة ما مطلوبة بالامتحان خطواتها، بس مطلوب الناتج، يعني تقدر تحلها بالمسودة وبعدين تضيف الناتج مالتها. 720 تقسيم ستة، السبعة كم ستة؟ بيها واحد، واحد في ستة ستة، سبعة ناقص ستة بيها واحد، انزل اثنين. الاثناعش كم ستة؟ بيها اثنين، اثنين في ستة اثناعش، وصعد الصفر فوق فراح يطلع عندي 120 درجة. هاي شو وجدت هنا؟ وجدت بالخطوة الأولى نستخرج قياس زاوية الشكل السداسي. إذن بالخطوة الأولى، هاي الخطوة الأولى، نستخرج قياس زاوية الشكل السداسي، نستخرج قياس زاوية الشكل السداسي من خلال الخطوة الأولى اللي شقد هي طلعت؟ طلعت عندي هنا 120 درجة. هاي هي زاوية الشكل السداسي. نجي للخطوة الثانية، الخطوة الثانية راح اللي هي شو نسوي؟ نقسم 360 على 120. الخطوة الثانية نقسم 360 درجة على 120 درجة. نقسمها، نقول 360 على 120 درجة. هنا الصفر راح يروح ويا الصفر، 36 كم 12 بيها 3. سؤال هنا مهم، الثلاثة عدد صحيح لو لا؟ طبعا عدد صحيح، ليش؟ لان ما بي بوينت، ما بي باقي. اذا ان ناتج القسمة عددا صحيحا، هذه ثلاثة طلع ويا بوينت ما طلع ويا بوينت، اذا ان ناتج القسمة عددا صحيحا فإنه يمكن الرصف، كون قياسات الزوايا الملتقية في الرصف تساوي 360 درجة. يعني شنو معناها؟ يعني أي لا تترك فراغات فيما بينها. لو نعيد السؤال سريعا، يقول لي مثال، هل يمكن رصف أرضية باستعمال قطع من المرمر سداسية الشكل؟ طبعا احنا اول شيء بالسؤال نسوي الخطوة الاولى
اللي هي نستخرج قياس الزاوية الشكل السداسي. هو مو قايل لي سداسية الشكل، يعني ايش قد العين مالتي؟ العين مالتي 6. صار واضح؟ نستخدم قانون الثيتا بالخطوة الأولى. شو يقول؟ n ناقص 2 في 180 درجة على n. الان 6 هنا، ليش الان 6؟ لان سداسي الشكل. زين، اعوض بدل كل n 6، 6 ناقص 2 4، 4 في 180 طلعت لي 720 درجة على 6. من خلال قسمة الطويلة طلع لي الناتج 120 درجة. هاي هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، نقسم ل 360 على 120، صفر يروح ويا الصفر، 36 على 12 بها 3، والثلاثة هو عدد صحيح مو عدد كسري، فإنه إذ إن ناتج القسمة عدد صحيح فإنه يمكن الرصف، أي لا نترك فراغات فيما بينها. هذا شباب الجزء الأول من المحاضرة الأولى، وإن شاء الله نكمل الجزء الثاني بأقرب فرصة حسب الجدول اللي معطيكم إياه. وشكرا جزيلا.